السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. موضوع حلقتنا النهاردة هنتكلم فيه ان شاء الله عن كثرة التبول عند القطط، وازاي هنتعرف على الاسباب وحل المشكلة. ان شاء الله تبقى بسيطة. يلا بينا نبدأ حلقتنا النهاردة. ما تنسوش قبل ما نبدأها، لو اول مرة تشوفوا القناة ولسه ما اشتركتوش، اشتركوا فيها وفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل الفيديوهات الجديدة. ما تنسوش اللايك والشير، ويلا بينا نبدأ حلقتنا النهاردة. اول حاجة ايه هي اسباب ان القط بتاعنا كل شوية بيروح للليتر بوكس ويعمل كميات مية كتير جدا، كل شوية يروح يعمل مية يعمل بيبي مية. طبعا كثرة التبول غير الرش يا جماعة، يعني الرش ده بيرش في موسم التزاوج او يكون سلوك القط مش عاجباه حاجة في البيت، فبيحاول يدينا، فبيحاول ان هو يعمل ايه، يرش البول بتاعه في كل مكان في الشقة علشان يضايقنا. انما كثرة التبول في فرق بينها وبين الرش. كثرة التبول بيبقى القط عنده مشكلة طبعا في المثانة. ايه هي طبعا اعراض القطة لما بتبقى عايزة تعمل بول كل شوية كتير في الليتر بوكس؟ بنعرف منين وبنعرف ازاي؟ طبعا اول حاجة بنعملها ان احنا بنتابع القط بتاعنا وبنشوف كل شوية ان هو رايح ما بيكملش 5 دقايق كل شوية ويروح يعمل بيبي، وتلاقوا البيبي بتاعه اللي هو البول كتير جدا في الليتر بوكس، بيبقى طبعا الرملة، لو بيعمل في الرملة فبتلاقي الرملة مكورة كور بيضة كده كتير كتير كتير، فبنعرف منها ان القط عنده افراط في التبول. طبعا ايه هي اعراضه؟ الاعراض ممكن يكون عنده التهاب في المسالك البولية، ودي اكثر حاجة شيوعا لمرض التبول بكثرة للقطط. طب ايه هي اعراضه في المسالك البولية دي؟ الالتهاب بتاعها ده بنعرفه ازاي؟ بيبقى القط بيبقى فيه وجود دم في البول او الالم اثناء التبول وكثرة التنظيف في المناطق التناسلية. وكمان من الاعراض ممكن يكون عنده عدم التوازن الهرموني. يعني ايه عدم التوازن الهرموني؟ يعني يكون عنده مشكلة في الغدة الدرقية. طبعا هو بيبقى مرض شائع، بيبقى فرط نشاط الغدة الدرقية دوت بيصيب القطط في منتصف العمر. فطبعا لازم نخلي بالنا طبعا من القط بتاعنا. وممكن يكون كمان اعراضه ده السكري، ممكن يكون القط بتاعنا عنده السكر، وطبعا الاكثر عرضة بداء السكر اللي هي القطط الذكور اللي بيبقى وزنها زايد وبتبقى شهيتها مفتوحة على الاكل، والاكل بيبقى قدامها 24 ساعة، ما بيبقاش طبعا في روتين يومي ولا في مواعيد للاكل. وكمان بيبقى فيه خمول، بيساعد على الخمول، وبيبقى عنده وزن زائد جدا. فلازم ان احنا نعمل نظام للقطط زي ما قلت قبل كده، يكون كل وجبة بينهم على الاقل 8 ساعات، والقطط الصغيرة بتاكل 3 مرات في اليوم، والقطط الكبيرة بتاكل 2 مرات في اليوم. يبقى احنا كده عرفنا الاعراض اللي بتخلي القط بتاعنا يبقى عنده كثرة في التبول، اللي هي التهاب المسالك البولية وعدم التوازن الهرموني وداء السكري. طبعا انا قلت لكم عدم التوازن الهرموني هو ايه؟ هو كثرة النشاط في الغدة الدرقية. طب المفروض بقى احنا نعمل ايه لما نلاقي القط بتاعنا بالشكل ده بيعمل البول بتاعه كتير في الليتر بوكس؟ هنعرضه طبعا على الدكتور حالا ان بيبقى عنده مشكلة، ولازم طبعا الدكتور هيكتب له العلاج بتاعه، واكيد طبعا هيكتب في الادوية دي مضادات حيوية، ولازم نمشي عليها بانتظام ونتابع مع الدكتور لغاية القط بتاعنا ما يخف. انما لو القط بتاعنا بيرش اللي هو الرش في موسم التزاوج، او الرش يبقى القط بتاعنا السلوك بتاعه مش في حاجة مضايقاه فبيحاول ان هو يضايقنا زي ما انا قلت قبل كده، فلازم نفرق بين الرش وبين الفرط في التبول. طبعا لازم نخلي بالنا من القطط بتاعتنا، ولو عندها اي مشكلة لازم نلحقها بسرعة وما نستناش عليها، لان كل ما بنستنى كل التعب ما بيزيد عند القط طبعا، وهو حيوان مش انسان هيتكلم ويقول ايه اللي تعبه او ايه اللي وجعه. فلازم طبعا نتابعهم ونخلي بالنا عليهم علشان دي روح احنا هنتحاسب عليها. بكده حلقتنا تكون خلصت. يا رب موضوع الحلقة النهاردة يكون عجبكو. ما تنسوش لو اول مرة تشوفوا القناة اشتركوا فيها، لو لسه ما اشتركتوش وفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل الفيديوهات الجديدة. ما تنسوش اللايك والشير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.